كل الدول لها هاجس المشاركة، نسبة المشاركة، وحسب الظروف تصعد وتنزل. لكن نحن في الألندي هدف الأول هو نسبة المشاركة. نطالب من شعبنا، نطالب من مواطنينا، شبابنا، نساءنا، أنهم يذهبون بقوة يوم 7 سبتمبر للانتخاب أولا من أجل الجزائر. لذلك ستكون حملة قوية من أجل المشاركة، إقناع الجزائريين بكل حرية، بكل ديمقراطية. ونسمع أحيانا أن الأمور محسومة، هذا كلام لا 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 نقبله في الأرندي، لأن عندما نقول الأمور محسومة فأنه هو إحباط. ولعزيمة الشعب هو السيد، الشعب هو الذي يقرر في 7 سبتمبر من يكون رئيس الجمهورية، ليس الأرندي وليس يحيى وليس المواطن الحر المترشح عبد المجيد تبون. الذي يقرر هو الشعب السيد يوم 7 سبتمبر. لدينا من ميزات قوة موجودة، والميدان يتكلم، لكن ما كاش غرور.